مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج الماتش، وهذه الحصه اللي عرجعوا فيها لاقوى اللحظات ديال البرنامج في هذا الموسم التلفزي. العقوبات الغليظه اللي انزلت بالمنتخب المغربي من طرف الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ما لبثت ان تبخرت بعد ما ان انصفت محكمه التحكيم الرياضي طاس المغرب وحكمت بإلغاء العقوبات. إلغاء العقوبات كان بمثابة البراءة بعد حكم الإعدام بالنسبة لجميع المغاربة، سيما الناخب المغربي بدو الزكي اللي كان ضيفنا في برنامج الماتش. لكنت الكاف قالت بأن تلتزم بالحكم ديال الطاس، فالخواتم ديال المغرب، فالمغرب خد الحق تاعو. وبالنسبة لي أنا فبكل صراحة كنت كنسابق الزمان ملي شرفت على المنتخب من شهر ديال ماي حتى شهر ديال نوفمبر، وشهر ديال نوفمبر بقى لنا تقريبا أم ولا أم وإذن باش ندخلوا للنهائي ديال كأس إفريقيا. واللي المتتبع الكريم شاف المنتخب كيف كان في الأول وكيف بدا كيتحسن المستوى تاعو، وعطى واحد الإشارات قوية في الأربع المباريات الأخرى، وبدات بوادة ديال المنتخب اللي غادي يمكن له ينافس على اللقب إلا وكيجي كذاك الخبر ديال خبر اللي كان بحال الدوش بارد، واللي ماشي 2015 من بعد جا التوقيف ديال المنتخب الاول من 2017 و2019، واللي خلانا جميع الاوراق نقول تبعثرات، حتى ذاك الحماس ديال اللاعبين اللي كيشوفوا راسهم غيلعبوا الاقصائي ديال 2018 مازال بعيده، وبعض اللاعبين اللي هم يعني كان ذاك القرار مجحف وكان غادي يقضي على الجيل. يعني اشبه ما يقول زكي بان الكاف كانه نطق بحكم الاعدام، اعدام واحد الجيل، اعدام جيل بكامل، لان من العار هذا الجيل هذا ما يكونش في 2017 وما يكونش في 2019. هذا بالنسبه لي انا الطاس نصفات المغرب، وتنظن بان الخبر نزل على الجميع كما قلت بحال الشعير كنا كنتبادلوا فيه التهاني، وبالاخص انا كانوا كيجوني لي زيميسيس من عند اللعابه جميع ومن عند الاطر المساعده، من عند الاطر المساعده تاعي كما قلت لك كان بحال الشعير عيد. لهذا بالنسبه لنا الان فالحمد لله الامور الحق تاعنا رجع، وعندنا منتخب تنافسي اللي غادي يمكن ان شاء الله الرحمن الرحيم يفرح المغاربه وياخذ البطاقه تاعو ديال التاهيل ديال 2017. يعني اليوم ديال الثاني من ابريل يوم اللي سميتي انت جلاء الغمه على كره القدم، هو كان يوم عيد ميلاد تويتون ديال بدو الزكي اللي ما نعطيوش سنديرو. اذا بعد شهور من شد الحبل بين الكاف والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، المحكمه الرياضيه الدوليه تنصف المغرب وتلغي قرارات الاتحاد الافريقي لكره القدم. إلغاء سيعيد المنتخب المغربي للمنافسات القارية بعد ما كان مهدد بالغياب من النسختين القادمتين من الكان. مزيد التفاصيل مع تقرير الزميل عبد الله الجعفري. ظهر الحق وزهق الباطل، هكذا علق المغاربة على قرار محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء عقوبات الكاف على المغرب وكرته، بعدما طالب بتأجيل النسخة الماضية من الكأس الإفريقية ما خافت تفشي وباء الإيبولا القاتل. الطاس هو الملجأ الوحيد لمناقشة قرارات الكاف التي لا تملك في منظومتها شيئا اسمه الاستئناف. أنصفت المغرب الذي كان في حكم المكره على الغياب عن دورتين قادمتين من العرس الكروي الإفريقي الأغلى، فضلا عن مطالبته بتعويض مالي يقدر بمليون دولار تم تخفيضه من طرف المحكمة الرياضية الدولية إلى 50,000 دولار فقط، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الكاف للمطالبة بتعويض عن الخسائر التي مني بها وشركاؤه جراء نقل الكان من المغرب إلى غينيا الاستوائية أمام لجنة قضائية أخرى. هو انتصار رياضي ومالي في آن واحد، وإن كان قدر التعويضات لم يحسن فيه بعد، لكن كسب رهان العودة للمنافسات القارية أثلج صدر كل مكونات المشهد الرياضي الوطني، والتي أجمعت على أنه نجاح لملف متكامل بني على أساسات متينة وعلى تدبير موفق لقضية شغلت الرأي العام بكل أطيافها. القرار ديال الطاس كان قرار اللي قريته كاملين اللي صدرته الكاف، قرار اللي تلقيناه بواحد يعني بواحد فرحه كمغاربه كاملين. حنا كان عندنا خلاف وجهه النظر بخصوص هذا الملف هذا، التجانا للطرق القانونيه اللي هي محكمه الطاس اللي دارت لهاد المشاكل اللي كتكون بين الاتحادات وبين الكونفدراليات وبين لافيفا، حتى يعني واحد الجهاز اللي معترف به دوليا للكره القدم.
أسباب كثيرة تجعل من قرار الطاس إنصافا لمشروع مغربي طموح لإعادة الكرة الوطنية للواجهة من جديد بعد سنوات من الكبوات والتراجع. فالأداء الذي ظهر به المنتخب المغربي في 10 لقاء تحت قيادة المدرب بادو الزكي رغم الهزيمة بهدف واحد مع منتخب الأوروغواي أول بطل في تاريخ كأس العالم يجعل الربان القديم الجديد يغير من خططه المستقبلية والتي كانت قد بنيت على مباريات ودية فقط. واليوم سيكون التحدي خوض مباريات رسمية يؤكد فيها الزكي ورجاله عودتهم الميمونة بمصالحة النتائج الإيجابية. وانا بدوري ما نكون الا سعيد وفرحان بهذا الخبر اللي كيتزامن مع عيد الميلاد ديالي، وهذا كان احسن كادو من الطاس لي انا في اليوم هذا. لهذا بالنسبه لي انا الحمد لله كنا غادي نلعبوا جوج المباريات تحديه في شهر ديال الجواء، فالان غادي نلعبوا جوج المباريات الرسميه بحكم اقصائيه كاس افريقيا 2017، وتنظن بان المنتخب المغربي واجد ومستعد باش يمكن له ينافس على البطاقه تاعو وياخذ ويتاهل. إذن بعد أشهر من خيبة الأمل على غياب محتمل عن البطولات القارية القادمة، اليوم كل المعطيات تؤكد بأن الكرة المغربية ستدخل منعطفا جديدا. أولى ملامحه انتصار الطاس للطرح المغربي وإلغاء قرارات الكاف في انتظار إكمال بناء منتخب قوي ظهرت نواته الأولى في مباراة الأوروغواي، وعلى الجميع مواصلة العمل بجد واجتهاد حتى تحقيق المراد. اذا غير باش يعني ضروري اننا نحييه، ورغم ربما بعض المرات عندنا علاقات متوتره مع المسؤولين عن الجامعيه، علاقات عاديه لابد ما بين الاعلام وما بين يعني من يكون في يعني في سدة القرار. لابد اننا يعني نحيي العمل اللي قامت به اللجنه اللي قامت بالدفاع على هذا الملف المغربي، لان النتيجه كانت يعني حلم بالنسبه لجميع المتتبعين للشان الكروي. واللي كما قال بدو الزكي قبل يعني كانت نتيجه مغايره، فكان يعني حكم بالاعداد مع جيل ديال كره القدم. هناك العديد من أسئلة بدو الزكي للمشاهدين الكرام، سؤال يرجع يعني بكثرة، واش أنت يعني شخصيا وفي قرارك نفسك كنت متفائل يعني فيما يخص قرار المحكمة الرياضية؟ هو بكل صراحة أنا كنت عن مع الواقع اللي كان أمامي هو كأس العالم، إقصائية كأس العالم اللي غادي تبدا في شهر أكتوبر، والسفر تاعي عند اللاعبين قبل المباراه ديال الاوروغواي كنت كنركز عليهم باش يمكن لهم ينساو داك الاحباط ويكونوا واجد في المباراه ديال الاوروغواي، لان منا غادي نقيس القدرات تاعنا، منها غادي نعطيو دي ميساج كبار للمسؤولين للجمهور بان القرار ديال الكاف ما اثرش فينا، وكنشوفوا المستقبل. والحمد لله نظن بان المنتخب بين على اشياء كثيره وجد ايجابيه في هذه المباراه. ملي جا القرار ديال الطاس والغاء الحكم اللي كان على الكره القدم الوطنيه، فكان اضافه بالنسبه لنا وكان انصاف لينا باش يمكن نبداو نجنيو الثمر ديال العمل اللي اسمه اللي كنقوموا به الجميع ابتداء ان شاء الله من شهر جوان. زكي يعني التساؤل كان مطروح ايضا حول كيفاش بدو الزكي يعمل مع اللاعبين، وكان هناك يعني نوعين ديال اللاعبين، كاين لاعبين اللي في المنتخب منذ سنوات اللي كيعتبروا العمود الفقري للمنتخب، كيفاش استطعتي انك تقنعهم باش يواصلوا معك الرحله، يواصلوا معك العمل في هذا المشروع ديالك الكروي؟ وايضا الفئه الثانيه هي فئه ديال اللاعبين الجداد اللي كنتي كما قلتي قمتي برحلات عند مجموعه من اللاعبين، شفنا وجوه جديده، الحارس مانسين محمدي، مسعودي ليرس، بامو لاعب فريق نونت، كيفاش كان الخطاب ديالك لهاد اللاعبين باش تقنعهم انهم يجيو يشاركوا في هاد المنتخب، يجي يلعبوا، خصوصا وانني ربما كانت عندي حوارات مع بعض اللاعبين، كان هناك نوعا ما يعني كنقولوا واخا جايين يلعبوا ولكن ما جايين يعني باقي ديك الحسره على انهم ما غيلعبوش لقاءات رسميه، والمنتخب المغربي ما لعبش اخر لقاء رسمي ديالو في اكتوبر 2013. ما بكل صراحه اولا ملي كنبداو ندويو على لي كولور ديال المغرب،
فمليح دك ملك بدات تدوي عليها وكتشوف بانه هناك الشعب وراءك وهناك رايه امامك. فلقيت البكا بدات تفتح الحوار مع اي لاعب، فديك الساعه كينسى الامور السلبيه وكيبدا يشوف المستقبل. ولهذا بالنسبه لي انا فكنحيي جميع اللاعبين اللي بكل صراحه بينوا بالفعل ماشي غير بالهضره داخل الميدان وخارج الميدان بان القرار ديال الكاف ما غاديش يمكن له يحط المعنيه تاعهم، بالعكس غادي يبينوا للمغاربه بان غادي يردوا الاعتبار للمغاربه وغادي ينافسوا بواحد الطموح كبير باش يمكن لهم كاس عالم ديال 2018 يكونوا فيها. وتنظن بان بان بالملموس في المباراه الاوروغواي، كون كان مثال هادشي اللي بان في المباراه الاوروغواي بعد في الحكم ديال الطاس غنقولوا هاد الحكم ديال الطاس حفز اللاعبين، فالحمد لله اللاعبين بينوها قبل. يعني هناك كذلك العديد من الاسئله. انا اليوم غنكون الناطق الرسمي للمشاهدين الكرام، ما طرحت حتى شي سؤال ديالي. كيقولوا زهير رادو كيقول مثلا اخاف ان هذه المباراه ديال الاوروغواي تغرنا كما غرتنا مباراه الجزائر والفوز 4-0. سؤال اللي اخر اللي يعني قريب لهذا كيقول ان الامين حبيب كيقول المنتخب المغربي سيلعب الاقصائيات في شهر يونيو ربما في الادغال الافريقيه ولم يستعد في ظروف افريقيا وملاعب يعني صعيبه. واولا بعض الاسئله اللي كتكون بعيده عن الواقع على الغرور، فيا اما كنكونوا فريق منتخب ضعيف منتخب مستوى تاعو نزل او كنرجعوا للغرور. ملي كنلعبوا مع منتخبات من حجم البناء من حجم لافريك سنترال، رغم لافريك سنترال دولنا تقريبا اربعه ديال النقاط في حد ذاتها كنت تتكلف في كنقرب حتى لافريك سنترال الروتور كنت تتكلف في كاس العالم. وكنسميهم في ذاك الوقت ما بقاش منتخب ضعيف، الان كتولي هذه منتخبه ضعيفه كيخصنا نلعبوا مع منتخب قويه بحال البرازيل بحال الاوروغواي. ملي كنرجعوا عاوتاني نلعبوا ماتش غير بهذا الشكل عاوتاني كنلقاو انتقادات. بالنسبه لي انا هذه الامور كلها ما كنعطيهاش اهميه، الاهميه هو العمل اللي كيدار، وكل مباراه عندها الاستعداد تاعها وعندها الظرفيه تاعها وعندها الطقوس تاعها باش يمكن لها نواجه. هذا الشخص كيدوي على طقوس افريقيه، فتنظن كذلك ملي كندير اللائحه راه كنكون دارس الخصم وعارف الامكانيات او البروفيل ديال اللاعب اللي غادي يكونوا، وكذلك حتى المباراه اللي غتلعب واش داخل المغرب او خارج المغرب، وكذلك الطقس، وكتاخذ بعين الاعتبار جميع الامور وكتجهز الفريق تاعك. بالموازاه مع الاحداث المتواتره المرتبطه بالمنتخب الاول، كان المنتخب المغربي للاعبين المحليين بدوره بصدد تهيئ نفسه للاستحقاقات القادمه. مشروع اختير له كعراب المدرب المغربي المخضرم محمد فاخر، واللي حل كذلك ضيف على برنامج الماتش وتحدث على الخطوط العريضه للمشروع ديالو. كنظن المهمة ما سهلاش بحكم أنني بغيت نحاول نغطي جميع البطولات، لأن ملي كنقولوا البطولة كنمشيو دائما كنهضروا على بريمير ديفيزيون، ألور كو عندنا في البطولة المغربية عندنا بطولات، كاين البطولة ديال لابريمير ديفيزيون كاين لا دوزيام ديفيزيون كاين الهوات. فبالطاقم اللي كيعمل معايا كنحاولوا ما أمكن أن نغطيو جميع المقابلات، ولي بارتنير ديالنا غادي يكونوا هما المدربين، لان ما يمكنش لينا حنا اربعه ولا خمسه الناس عندنا غنشوفوا كاع جميع المقابلات. ولكن كيف ما كان الحال لحد الساعه، الى غنقول لك واحد الرقم، لحد الساعه 55 مقابله اللي شفنا. نعم. فيهم اكثر من نص دي ماتش اون ديريكت، تادير في التيران. زياده على اللي قلت لك لي بارتنير هما لي زونترينور، باسكو لي زونترينور اتصلت بهم او كوان دو لا سيمين سورتو ديال لا بريمير ديفيزيون اتصلت بهم شحال هذه، وديال لا دوزيام ديفيزيون اتصلت بهم هذه واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام باستثناء واحد جوج ولا ثلاثه يمكن ما عرفوش الرقم الجديد ديالي ما جاوبوني شيء. تعرف كيبداو يعيطوا لي سيبورتي عليهم وسمو دونك ما كيجاوبوا شيء، مي الاغلبيه واحد 13 ولا 14 واحد جاوبوا. والفكره كانت انه يحاولوا يساعدوا اللاعبين ديالهم او اللاعبين ديال فرق اخرى، الا كان شي لاعب عنده امكانيات باش يمكن ليه يحمل القميص الوطني فكيتصل بيا، ومن ثم اما انا اما الفريق اللي كيعمل معايا كنحاولوا نتبعوا هذاك الوليد بلا ما يعرفها.
لان اتفقت معهم باش ما يعرفهاش باش ما نديروش عليه ضغط. يمكن نضيعوا اللعاب لان غادي يبدا يلعب شي لعب اخر، يمكن المدرب ديالو حتى هو غادي يضيعوا الفريق ديالو غادي يضيعوا لان ما غادي يبقى شيء يلعب اللعب، دونك يبقى داك الشيء ديسكريتمون غنحاولوا نتبعوا هذوك اللاعب. واللاعب اللي يمكن يكون عنده لي كاليتي بوغ غادي يكون مع الفريق الرديف، وكنظن ان غادي يحفز لا الهوات ولا الدوزيام ديفيزيون. ملي كتشوف جوج ولا ثلاث لاعبين من الهوات ولا من الدوزيام ديفيزيون في 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 الفريق الوطني فغادي يحفز هذيك لا ديفيزيون كلها، وغادي يكون كل شيء. انا عندي حق في الفريق الوطني، وانا يمكن بالامكانيات ديالي نوصل للفريق الوطني، وهذا هو الهدف من هذا كنظن الفريق الرديف. اذا الابواب مفتوحه في الجميع، يعني مش منتخب غيكون غير مكون من لاعبين ديال البطوله. وانا يعني نشهد بهذه القضيه اليوم، رافقت محمد فاخر وشاهدنا مباراه اتحاد طنجه واتحاد ايت ملول بملعب مرشان بمدينه طنجه. اذا المنتخب الوطني لكره القدم للاعبين المحليين كتنتظروا رهانات قاريه في يعني قادم الايام، مباراه وديه امام المنتخب الموريتاني. كيفاش يعني استاهل المدرب محمد فاخر المشوار ديالو مع المنتخب المحلي؟ شنو هي التحديات يعني القادمه اللي غيتابعها في هذا اللي يحاول انه ينجح فيها مع المنتخب المحلي؟ نخليكم يعني مع الزميل عبد الله جعفري. بعد نحو 5 شهور على تعيينه مدربا للمنتخب الوطني للاعبين المحليين، محمد فاخر يواصل زيارته الميدانية للملاعب الوطنية قصد الوقوف عن قرب على مستوى اللاعبين وعلى المواهب التي تستحق حمل القميص الوطني. منتخب المحليين الذي يقف على بعد أشهر من إقصائيات الكأس الإفريقية والتي ستنظم في العام 2016 برواندا، سينازل في مباراة تحضيرية هي ثانية بقيادة محمد فاخر، سينازل نظيره الموريتاني في 11 من شهر أكتوبر القادم على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. المباراة الأولى والتي جرت قبل أسبوعين بملعب العبدي بمدينة الجديدة ابتسمت لرفاق حمزة برزوق الذين فازوا بثلاثية نظيفة على المنتخب التشادي. المباراة الودية الأولى لفاخر رفقة المنتخب المحلي، ورغم التفوق الواضح للنخبة الوطنية إلا أنها أسلت الكثير من المداد حول الخيارات البشرية وحول برنامج العمل الذي كان قد أعلن عنه فاخر. فبعيدا عن الأهداف المتمثلة في بلوغ نهائيات دورتي 2016 و2018 من كأس إفريقيا واللتين ستنظمان على التوالي برواندا وكينيا، أكد فاخر بأن هدفه المنشود هو تشكيل قاعدة لتوفير لاعبين جاهزين ومستعدين بشكل جيد لتعزيز المنتخب الأول في مختلف الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها كأس إفريقيا المقبلة وتصفيات مونديال روسيا. هذا الرهان والمتمثل بتطعيم المنتخب الأول بلاعبين جاهزين وصفه البعض بأنه غير ممكن على أرض الواقع، على اعتبار أن المباراة الأولى لفاخر مع المنتخب المحلي شهدت استدعاء لاعبين يتجاوز عمرهم 30 عاما، وهو ما يجعل حظوظهم في الالتحاق بالمنتخب الأول مستقبلا غير وافرة في ظل توفر الأخير على لاعبين أصغر سنا. على العموم مهمة فاخر على رأس المنتخب المحلي لا زالت في بدايتها، فعقد الرجل يمتد ل4 سنوات مع جامعة الكرة، والاختبارات القادمة ستثبت صحة اختياراته أو خطئها، لكن الأهم هو أن المنتخب الوطني الذي انتهت رحلته الأخيرة في الشان عند دور الربع وبطريقة مخجلة أمام المنتخب النيجيري يجب عليه أن يحقق نتيجة أفضل بجيل راكم من التجربة ما يجعله أهلا لمعانقة الكأس القارية. تبدو لي واحد النقطه فيها شويه ديال التناقض من ناحيه ديال العقد، وربما هذه ماشي مسؤوليه محمد فاخر بل يعني كذلك المسؤولين الجامعه، لان السؤال المحوري وشنو بغينا من هذا المنتخب. لان الان كنتكلموا وقلتيها ان في الكونترا ديالك السي محمد فاخر كاين نقطه التاهل للشان والبلوغ للدور النصف النهائي، وكان هذا الشان راه سي جون فيناليتي اون سوا. لكن الان ربما التصور الصحيح كان يكون ربما عقد يكون اطول ومشروع اطول، لان اذا كانت لا فيناليتي والهدف الاسمى هو هذا الشان فاحنا خاطئين 100%. صراحة لأن ما خصناش نكونوا هذا مشروع تكوين، ما
مشروع تكوين، يعني ربما هنا فين كيتطرح كذلك الاشكال الاخر وانتقادات الاخرى اللي جات كثيره حول يعني الاعتماد على اللاعبين المتقدمين في السن، لان محمد فاخر كاي مدرب كيبحث على النتيجه، الوغ كو الهدف من فهاد المنتخب هذا فرايي انا المتواضع ماشي هو النتيجه خصو يكون، بل تكوين واعطاء الفرصه للاعبين اللي من بعد يمكن يستفد منهم، لان سينو هذا المنتخب بيني وبينك زعما ما بقاش عنده حتى شي ما عنده هذا سي ان كونترا اللي مدور. مي اللي قلت لك انا هاد لا بريوريتي اللي هضرت عليهم ان لا بريوريتي عندنا الكان ويكونوا لاعبين ولا ساتور ديال من بعد الشان اللي غتلعبوا، هذا سي الاجتهاد ديالي انا. ولكن محمد هادو اهداف جوج ديال لي زوبجيكتيف متناقضين، تكوين وتحقيق النتائج. ما يمكنليش نعلمك انت هذه القضيه ولا نقول لك سي محمد هادو دو زوبجيكتيف كونتراديكتوار. جلال ربما حتى في التكوين ما نقدروش نتحدثوا على التكوين بالنسبه للاعب اللي عنده 25 سنه او 26 سنه، ربما نتحدثوا يعني لا تكوين منتخب علاش؟ ماشي في الفتره اللي غادي نعدوا لاعبين هذا هو تساؤل مطروح. هذا تساؤل اون بو با فواغ دو زيكيب اولمبيك حيت لي موان دو 23 زون عند سي بن عبيشه غنديروا دو زيكيب دو موان دو 23 زون، دونك غادي يولي عندنا دو زيكيب اولمبيك و سي ني بلو لي ميور زيليمون سي ليكيب ناسيونال لوكال سيتادير الي كونستيتوي دي ميور زيليمون هاد الساعه في البلاد. واخا انت ما كتعجبكش هذه كلمه المنتخب المحلي؟ لا حيت المحلي ديما كناخذوا حوايج، راه كتاخذ غير تخلق اللي قلتي لي وهذاك عاد ديال هنا، حنا ديما كنحطموا ديال هنا. لا الرديف على بعيد، انا زيت البلديه لهنا. لا بعيد لا ما فهمتش على بعيد على ليكيب على ليكيب. ولكن لا اعتقد محمد اعتقد لانه لابد من العوده الى الفلسفه اللي قامت عليها البطوله الافريقيه للاعبين المحليين، ولماذا أحدث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولماذا كان المغرب سباق بين كثير من الدول إلى أن ينخرط فيها على خلاف بعض الدول العربية أو شمال إفريقيا اللي هي أثرت على عدم المشاركة فيها نظرا لأن عدم وجود المنفعة أو الجدوى الفنية. إذا لا انطلقنا من مبدأ أن هذه البطولة ديال إفريقيا للاعبين المحليين تعطي للاعب المحلي اللي كيمارس هنا في البطولة الوطنية بالتأكيد فرصة ماشي باش يلمع صورته ولكن باش يظهر في مسرح الأحداث بعد ما كان المنتخب الوطني المغربي بدأ يتشكل في غالبية العظمى. أنت مريت إطار تقني وطني، تحملتي مسؤولية المنتخب الأول، كانت المنتخبات الوطنية وإلى اليوم تتشكل في 75 80 حتى 85% من اللاعبين الآتيين من البطولات الأوروبية. أنا فقط نبغي نسألك في جوج ديال المواضيع. الموضع الأول أنك قبل خمسة أشهر كنت تتحرج من أنك تلبس هذا الجلباب أن تقود منتخبا محليا من أجل أن تلعب معه مباراة واحدة، يعني أضيق شيء ممكن يمكن يتقمصه محمد فاخر كمدرب وكخبرة هو أنه يجي يهيئ منتخب لأجل مباراة واحدة. اليوم بعد مرور خمسة أشهر كيف تتفاعل مع هذا الشيء الذي أكرهت عليه أنك تهيئ فريق من أجل مباراة واحدة؟ مشكورة الجامعة كون أنها أعطتك العدد الكبير من المباريات الودية ولكن يبقى أيضا مباراة واحدة. ثم أيضا السؤال الثاني، كيف ترى هذا المنتخب المحلي في مرآة وهو مرآة للبطولة الوطنية والكل يشهد على أنه هناك وجود واحد تراجع مهول جدا، ربما من أسبابه أن تكون أنت قد ذهبت أو اخترت واحد الربعة ولا خمسة لاعبين اللي عندهم 32 و33 سنة اللي هما في قمة عطائهم في قمة نضجهم، واش كتشوف على أنه هذا المنتخب المحلي ومرآة حقيقية للبطولة الوطنية بحقائقها الحالية؟ كنظن أن عندك حق في هذا الشيء اللي هضرتي عليه، مرآة كبيرة ديال البطولة الوطنية وديال ديال ديال لا كاليتي دي جوار اللي كاينين. نعم. مي بور لو مومون سي البرومي ماتش. اون ايسيي دافواغ لي ميور زيليمون. إلا انطلقتي انطلاقا ديال هذا الرديف اللي غادي يبدا غادي يكون عنده بريسك 10 موا بور لا بريباراسيون. إلا انطلقتي دي جوار كي نون با ديكسبيريونس كو تي بروجيت من هنا لقدام. غادي يكونوا سيرمون غادي يكونوا وكانت لا قدر الله هزيمه الوقت اللي كانت وقت لي زيكيب ناسيونال كلهم عليهم القيل والقال اش غنهضروا دابا على هاد ليكيب ناسيونال يعني ايكيب رديف ايكيب اولمبيك ايكيب اتسيتيرا
دونو كونفيونس بهذاك لهاد الجوار لوكال ياخذ كونفيونس سي سور لو بلون مونتال إلي بيان دون سا تيت ومن بعد تدريجيا تدريجيا غتبدا تفورمي نو زافون 10 موا ديفون نو يلا لعبنا ماتش واحد او ديجا ماتش اون تو في باش نهضروا على بلا ما يسونتاجي يسونباجي مي كيف ما كان الحال سي البرومي ماتش يوغا دي زيليميناتوار ان جروب كيبدا اي بي دي جون كي بارت اي دي جون كي اريف اي بي كتبدا تدريجيا داك التصور اللي هضرتي عليه غنمشيو ليه تدريجيا مي دي البرومي ماتش يا في لي جوار اللي كانوا دايور تفلا لا سيليكسيون ديالهم اون افي با الشوا نعم كنا حنا لي ثروازيام ان خص ليكيب ابريوريتي تخط اللعابه دو لا بريوريتي ليكيب اولمبيك دونك تو لي جوار كي سون جون مشاو لا سمو تسالوا من 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 لي سيليكسيون ديالهم عاد داكشي اللي بقى جو دوا فير اون سيليكسيون بور جوي كونتر لو تشاد منين غنجيب انا هاد اللعابه لي موان دو 23 اون كلهم عند بن عبيشة لي ميور زيليمون ديال 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 الشامبيونا سبعه ولا ثمانيه وكانوا 10 عند زكي هما جوي جوي فيه هذا هو التساؤل السي محمد في هذا السياق ايضا هاد اللاعبين هادو في اي خانه غنوضعوهم لان كما ذكرنا واش لاعب ديال المنتخب المحلي اللي في يعني بين ليلى وضحاها في ظل الاكراهات ديال المنتخب الاول يقدر يصبح لاعب ديال المنتخب الاول شفناها مع جبيره شفناها ايضا مع الخالقي اللي التحقوا بالمنتخب في ظل الاصابات اللي اضطر انها كانت مفروضه على بدو الزكي هذا اللاعب هذه كيفاش العقليه ديالو واش في الذهن ديالو انه لاعب كما علاش كنقولوا حنا المنتخب الرديف يعني انه يعني بحال داك جالس في قاعه الاحتياط وقاعه الانتظار كينتظر انه يتم المنادات عليه في ظل ظرف من الظروف اللي تقدر توقع في في المنتخب الاول وهنا فين كندخل كيفاش نتعاملوا مع هذه المجموعه ديال وهذا الكم الهائل ديال اللاعبين يعني انه تقول لي راه فوالا راه انت مع المحليين ولكن راه في اي لحظه من اللحظات يمكن تم المنادات عليك للمنتخب علاش مديورين هذا النومبر دو ماتش اللي درنا في العام كله بور كو هاد الاولاد يكون عندهم ان سيغتان ان نومبر دو ماتش انترناسيونو كثار ماشي تتبقى مقابله ولا جوج وتتعيط عليه وكيجي ديريكتومون غادي يكون لعب واحد سته ولا سبعه ديال المقابلات ثانيا الاغلبيه ديال اللاعبين تيكونوا من الفرق القويه الفرق اللي كتلعب الادوار الطلائيه اتسيتيرا اللي كيلعبوا لكوب دافريك تا هما كتهيئهم للفرق ديالهم في دي ماتش انترناسيونو دونك هذاك لو فيكيو هذيك ليكسبيريونس هي اللي بغينا توصل لهذوك اللاعبين ومن ثم الوقت اللي كيلحقوا الى لحقوا ليكيبا كتكون عنده ديجا ان باجاج اللي يمكن يساعدوا باش يظهر بشكل جيد ماشي الى تيري ديريكتومون اللي في ليكيبا سون باجاج كيكون لعب مقابلات وهذا كله غادي يرجع لهذوك اللاعبين في النفع رياح التغيير اللي هبت على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمنتخبات الوطنية لم تقف عند هذا الحد بل شملت كذلك ولأول مرة إحداث إدارة تقنية بمفهومها العصري إدارة تم إسناد المقاليد تسييرها لناصر لارغيت صاحب الاختصاص واللي كان أحد أبرز ضيوف هذا الموسم في هذه البداية هذه كنشوفوا باللي احنا ركزنا بزاف على الفريق الوطني الاول كيصحابنا باللي الا كان الفريق الوطني الاول كيتمشى هي كره القدم كلها كتمشى ولكن بحال كنشوفوا الدار من السقف ديالها كنشوفوا ان توا زعما جميل ولكن الاساس ما كاينش كنشوفوا في هذه الدوره اللي درنا واحد الجوله درناها مع الاصدقاء اللي كيخدموا معايا في الاداره التقنيه الوطنيه على الصعيد العصاب كلهم لان كره القدم كتبدا من شي بلاصه ولكن كتبدا في القريات في الاحياء في المدن دونك خصنا نعطيو واحد الاهميه كبيره في لي ليغ في العصاب اللي كاينين على الصعيد الوطني كاينين 11 ومع الاسف كاع دوك العصاب ما عندهم لا بنيه تحتيه لا مدير تقني جهوي بحال الاداره قلتوا الاداره التقنيه الوطنيه كان واحد الخلل كبير دونك في الجهات خاص يكون واحد المدير تقني جهوي اللي غيساعدنا باش تكون واحد الممارسه كبيره على الصعيد الوطني كاين الشبان واخا ما كاينش الملاعب نقدوا نلعبوا دوك الوليدات في واحد نديروا واحد الممارسه كثيره باش نخرجوا واحد النخبه من الجهه باش نوصلوا على الصعيد الوطني دونك اليوم المشكل الكبير هو كان على الصعيد ديال العصاب باش نديروا واحد زعما الساس يكون صحيح باش من بعد عاد نبنيو المنزل ديالنا هي ديال كره القدم ديالنا باش نشوفوا في المستقبل واحد الفرق الوطنيه لا ديال الشبان لا اليف في اعلى مستوى اليوم
ملي كنشوفوا الفريق الوطني حتى الفريق الوطني ديال اقل من 23 سنه وحتى الفريق الوطني ديال اقل من 17 سنه اللي شارك في كاس افريقيا وفي كاس العالم مكون تقريبا ب 75% ديال المغاربه اللي جاي من اوروبا. دونك فين هو الخلل؟ الخلل كاين في التكوين ديال الشبان ديالنا على صعيد الوطني وحتى الاهميه ديال الانديه. ملي كان في ديك الجوله اللي درنا ملي شفنا العصاب شفنا اوسي الفروق الوطنيه ديال البطولات الدرجه الاولى اللي عندهم مراكز ديال التكوين وشفنا بلي في المراكز التكوين كان واحد الخلل. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم واحد اربع سنين قبل بنات مراكز وكان اكثر من نص ديال دوك المراكز ما خدامينش. كيفاش بغينا غدا يكون عندنا واحد الفريق وطني فيه لعبة في اعلى مستوى اللي مكونين على الصعيد الوطني ونزيدوا نضيفوا لهم بعض اللعبة اللي كيجيو على برا. دونك اليوم المهمه ديال الاداره التقنيه الوطنيه هي تركز على كرة القدم على الصعيد الوطني باش نكونوا هاد الشبان باش نطلعوا لمستوى كرة القدم ديالنا. يعني فؤاد نعم ربما التساؤل عندنا ايضا على التشخيص كما ذكر ربما السي ناصر لارقي جا في شهر في شهر غشت الماضي سته اشهر. يعني اذا طلبنا منك يعني كونكريتمون يعني بطريقه واضحه وعمليه انك تحدد لنا المكامن ديال الخلل لان كان هناك اداره تقنيه سابقه منذ التسعينيات يعني مجموعه من الاسماء اللي تعاقبت على الاداره التقنيه سواء تعلق الامر بحرمه الله في بدايه التسعينيات او رشيد طوسي او سليماني او فتحي جمال. يعني هادو الناس اللي كانوا كان هناك وقبل هؤلاء عبد الله ملاك الله يذكره بخير. يعني هاد واش هاد العمل اللي قاموا به كاع هاد الناس يعني ما كانش هناك ربما نقدروا لابينات اولى ديال الاداره التقنيه وربما يعني تعطينا عمليا شنو كان ناقص هاد العمل ديال اللجنه التقنيه. لا المشكل اللي كان كنبغيو نديروا واحد ديما كنديروا واحد المشروع ولكن ما عندناش واحد الرؤيه ديال المستقبل وكنعطيو زعما كنعطيو اهداف واستراتيجيه باش المشكل هنا كنبغيو نديروا بزاف ديال المشاريع ولكن ما كنكونوش واقعيين. كنبغيو نديروا واحد المشاريع بغينا نكونوا نربحوا كاس العالم ولكن نربحوا كاس العالم كيفاش غنديروا باش نربحوا كاس العالم؟ لا ميم شوز الجامعه الوطنيه المغربيه ديال كره القدم بغات دير واحد الدفتر تحملات الانديه على المراكز ديال التكوين ولكن دارت واحد الدفتر تحملات خيالي. ما اي نادي ما يقدرش يطبق ذاك ولكن اليوم يعني دفتر تحملات مستورد عوض ان يكون دفتر تحملات على ماروكان. اكزاكتومون ماشي ما نقولوش عاوتاني على ماروكان نشوفوا غير شنو هما الامكانيات ديال كره القدم ديالنا باش نسطروا واحد 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 الاهداف واحد لي زوبجيكتيف ديال المستقبل يكون واقعي ونقدروا نوصلوا له. هاد الاصدقاء اللي كانوا دازوا في لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال ماشي ما داروا حتى شي حاجه خلاو بعد ملي كنهضروا على السي مالاكا اللي تحدثنا قبيله عليها مع السي بضدي الادريسي دار واحد العمل في الماضي ديال جمع واحد العدد ديال واحد لوبيراسيون ميل جوار وخرجوا منهم واحد اللعبه. فملي كان السي سليماني مع رشيد طوسي داروا واحد العمل كبير اللي خرجت منها طريق سكيتيوي اللي مشاو بها لا كوب دي مود في لاماليزي. كان واحد العمل ولكن المشكل اللي عندنا ما كانش استمراريه. كيكون واحد العمل زعما اللي في المستوى ولكن كنحبسوا. اما لان وصلنا واش ربما سي ناصر المشاكل ديال الاداره تسيير الشان الكروي المغربي يعني على مستوى الجامعه كنا كنتذكروا انه بعد يعني كانت بعد 94 على ما اظن كانت هناك لجنه مؤقته اللي استمرت لمده سنوات ثم جات جامعه مشات جامعه في ظروف اللي كنا كنعرفوا كيفاش جات مثلا المكتب الجامعي الجديد. واش هاد التغيرات وعدم استقرار على المستوى التسيير هو ايضا انعكس على تحديد رؤيه واضحه المعالم بالنسبه يعني اللجنه التقنيه الوطنيه؟ كان المشكل الكبير هي كان لصقوا الاداره التقنيه الوطنيه مع نتائج الفريق الوطني الاول. دونك واخا تكون واحد التغير ديال المسيرين ديال الرئيس ديال الجامعه الا كان الاداره التقنيه عندها المهمه ديالها عندها لي زوبجيكتيف ديالها عندها لا فيزيون ديالها عندها الثوابت ديالها واخا الفريق الوطني الاول ما يديرش النتائج واخا تغير الرئيس ديال الجامعه كتبقى استمراريه في الخدمه. وانا كنظن وهذه
هذه مساله يعني بديهيه سي ناصر الركيت، لان في جميع الدول احنا مثلا اللي كنتعاملوا كثير بواحد المدرسه اللي انت عملتي معها هي المدرسه الفرنسيه، فلا علاقه للاداره الوطنيه مثلا بمشاكل المنتخب الاول او بالمنتخب الاولمبي، فالعمل يستمر لان الا بقات. وربما هذا هو السؤال اللي كنت نطرح عليك، لان الهدف يعني المنشود هو من هذه الإدارة الوطنية وتطوير كرة القدم على العموم وتطوير يعني كتحصيل حاصل يعني هذه المرآة ولا فيترين ديال كرة القدم هي المنتخبات الوطنية صحيح. كيكون يعني هي النتيجة هو المنتهى. واش ما كايناش مثلا شي ضغوط على الإدارة الوطنية في التسريع في إعطاء نتائج اللي تجي اللي تكون باينه واللي تسهل العمل والمأموريه ديال الاداره الوطنيه، وهاد النتائج يعني هو يعني افراز منتخبات قويه. اليوم عندنا واحد الرئيس اللي هو فوزي القجال اللي عطينا واحد المهمه ديالها، وعندنا عطانا هاد الخدمه هذه في الاداره التقنيه الوطنيه، وعطينا الوقت باش شحال ديال الوقت؟ اليوم انا عندي 4 ans pour mettre en place هاد زعما هاد الاداره التقنيه الوطنيه. كنظن عندنا هاد الموسم هذا باش نركزوا على الاداره التقنيه الوطنيه ونفهموها لكاع الاشخاص اعضاء الجامعه والاشخاص اللي المتدخلين على كره القدم. ومنذ الموسم المقبل غادي نحطوا كاع لي زوبجيكتيف ديالنا، وغادي الاستراتيجيه ديالنا غادي تكون واجده بدايه الموسم المقبل ان شاء الله، اللي غادي يكون اولا هو التكوين ديال المؤطرين بالنسبه لنا مهم، ولكن ما ننساوش واخا تكونوا احسن مؤطرين الا ما كانش عندكم واحد الممارسه كبيره كاع في النواحي ديال المغرب غادي يكون عندنا مشاكل كبار. والحمد لله اليوم مع كاين هذاك البرنامج اللي جاب به الرئيس ديال الجامعه ديال البنيه التحتيه، اللي عندنا واحد 90 ولا 100 ملعب اللي غادي تبنى على الصعيد الوطني، غادي يعطينا فرصه باش تكون عندنا واحد الممارسه كبيره، ولكن ديك الممارسه ودوك الملاعب خاصهم يكونوا اتجاه ديال الشبان، ما نشوفوش ملاعب بحال دوك الملاعب ديال القرب اللي تبناو مع الوزاره الشبيبه والرياضه اللي كيستعملوها بزاف اشخاص اللي ماشي هما شبان مع الاسف. هذا هو الخلل ديالنا، خصنا لابد هذيك البنيه التحتيه اللي غتبنى على صعيد العصاب يكونوا مستعملين الممارسه البنيتات كم ديال الاولاد باش يلعبوا واحد العدد كبير ديال المباريات. فوالا يكونوا واحد حنا بالنسبه لينا لو بلوز امبورطون هي لو بلو غران نومبر دانفون كي جو لو بلو غران نومبر دو ماتش. مشاهدينا الاعزاء انتهى اذا الجزء الاول من هذه الحصه الخاصه من برنامج الماتش، نلتقي بعد لحظات قليله في الشوط الثاني من الماتش لنواصل استعراض باقي اقوى لحظات الموسم المنصرم. نلتقي بعد لحظات قليله. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم من جديد في الشوط الثاني من هذه الحصة الخاصة من برنامج الماتش، واللي غادي نستعرضوا خلاله أقوى لحظات الموسم المنصرم. ولكي تكتمل الصورة استقبلنا أيضا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، وذلك بعد حوالي سنة من تسلم زمام رئاسة الجامعة. أوراش كثيرة فتحتها الجامعة في عهد فوزي القجع، وذلك في أفق النهوض بالكرة المغربية، لكن عمل كبير ما زال ينتظر الفريق الجامعي. أنا بكل مضايا أقول بأنه هذه السنة اللي عشتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت سنة استثنائية بكل المقاييس. أولا نظرا للأحداث الدولية اللي عرفتها السنة على رأسها تنظيم كأس العالم للأندية في نسختها الثانية، والتنظيم تاع الكأس إلى جوار بطبيعة الحال كل الترتيبات اللي كانت اتخذت لتنظيم الدورة 30 تاع الكان كانوا من أولى الأولويات نتاع العمل اللي بإمكانه يخدم الإشعاع الدولي نتاع بلادنا، وكنا عطيناه أولوية استثنائية. تنظيم نتاع كأس العالم في نسختها الثانية بطبيعة الحال وكيف كيعرف الرأي العام عرفت حدث جعل يعني التعامل معه يتطلب مجهود إضافي بالإضافة للمجهود الكبير اللي كيطلبه التنظيم العادي للحدث. فالجامعة
يعني سي فوزي يعني نقل المباراه من ملعب الامير مولاي عبد الله الى مدينه مراكش فواحد ظرف قياسي تماما. يعني في اقل من 48 ساعه كان لازم اننا نقلوا المباراه لمدينه مراكش، واللي اهم هو اننا نضمنوا ظروف النجاح. خاص حنا كنا يعني كل العمل تم في ملعب الرباط، وكان خاص يمشي تنظيم لمدينة مراكش في نفس المواصفات، لانه المباراه بطبيعه الحال كتلعب ماشي كاي فريق، هذا فريق ريال مدريد، لانه كنعرفوا ان زعما كيفاش كيكون عندهم المسائل البسيطه منظمه، اما تحول لهم المباراه من مدينه الى مدينه هذه مساله صعيبه. والمباراه بطبيعه الحال كتلعب 90 دقيقه في الملعب، ولكن راه التنظيم ديال الجمهور، ولاول مره الجامعه الملكيه المغربيه ولجنه التنظيم عملنا على تعويض يعني الناس اللي كان ما عندهمش الامكانيه انهم ينتقلوا لمراكش، واللي فاقوا 5000 نتاع المتفرجين. بطبيعه الحال كل هذا العمل كان خصو يدار في وقت قياسي وبدون خطا. الحمد لله انه بعد مرور كل المباريات وراكم شتيو التصريحات وعلى راسها التصريحات نتاع السي بلاتر، يعني اظن بان اللجنه التنظيميه لهذه المنافسه هذه قدمت وجه اقول مشرف جدا لقدرات بلادنا التنظيميه. المسألة الثانية اللي عرفتها السنة بطبيعة الحال على المستوى التنظيم الأحداث الكروية هي الكان. الكان فكل الإجراءات تمت، كل الجامعة الملكية ولجنة التنظيم قامت بكل ما يجب القيام به، إلا أنه التطور وكيف كيعرف الرأي العام نتاع انتشار وباء الإيبولا والتقييم الذي قامت به المصالح المختصة، واللي أنا شخصيا أقدر وأنوه بالعمل اللي تتقوم به، فارتأى الجميع على أن لا بد من طلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم، وكان طلب نتاع التأجيل يصادف يوم إجراء القرعة نتاع البطولة العالم للأندية في مدينة مراكش. ومنذ ذلك الحين يعني كان لزاما بعد في واحد الفترة أننا ندبروا زوج الأمور متناقضة، نجاح تنظيم تظاهره ثم طبيعة الحال اننا ندبروا علاقه مع الكاف، اللي مع الاسف ظهرت البوادر نتاع يعني ردود فعل اظن بانها كانت ديسبروبورسيوني للحدث والطلب منذ البدايه، منذ اول اتصال بالكاف. اقول اليوم يعني بعد مرور هذا الشيء كله، هو التدبير نتاع الكاف كان فيه عمل كبير بطبيعة الحال. الرأي العام تعرف يوم المحاكمة والجلسة وإصدار الحكم، هذه اللحظات اللي كتأرخ الحدث، ولكن بين كل فترة وأخرى كان هناك عمل كبير على مستوى الكواليس، على مستوى الكواليس، على مستوى الاتصالات، على مستوى العمل مع المحامين. كان لابد من اتخاذ قرارات لاختيار المكاتب، لابد من إجراء مجموعة من الاجتماعات وفي العديد. والشيء الأهم هو أنه الفريق نتاع المحامي اللي كان كيكون الفريق اللي كيدافع على القضية نتاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان لابد أننا نخليوه في نفس مستوى القناعة نتاع 35 مغربي. وأنا كنت واضح وصارح صريح معهم منذ البداية، وقلت لهم بأنه بطبيعة الحال كل محامي تيقلب على الربح وهذا من حقه، ولكن شرحنا الاستثناء نتاع القضية نتاع بلدنا. قلت لهم بأنه هذه القضية تحملها 35 مليون مغربي في عقولهم وفي قلبهم، وكان عمل أظن أنه الحمد لله اليوم بفضل الرعاية الخاصة نتاع صاحب الجلالة حفظه الله والتتبع نتاعه والتوجيهات نتاعه المستمرة، ثم بفضل طبيعة الحال ونحمد الله كثيرا أنه الإيمان نتاعنا كجميع المغاربة بعدالة القضية وبأن الجامعة الملكية وبأن المنتخب الوطني ما كانش في أي وقت أنه يكون هدف لأي عقوبة كانت. الحمد لله النتائج كانت صار. فيما يخص دابا كنتكلموا على الحصيلة بشكل مقتضب، المسألة الثانية اللي كانت هو أنه طلقنا مجموعة من الأورش، وأمام هذه التطورات الغير المرتقبة
كان عندنا تحدي هو أننا نواصل هذه الأوراش وبسرعة أكبر وبسرعة أسرع حتى نبين على أن بلدنا بطبيعة الحال تسير في الخط الصحيح لبناء تطور كروي مستدام وغادين في نفس المنهج. وهذه الأوراش كلها هي ويمكن غد تكون عندنا الفرصة باش نرجع لها، ففيها ما هو مؤسساتي وما هو بنية مرتبط بالبنية التحتية، وهذا هو الأساس. ثم الأولوية بطبيعة الحال كجميع الجامعات العالمية تعطى للمنتخبات الوطنية اللي كانت واللي هي على موعد مع المنافسات وهي الواجهة الحقيقية للممارسة الكرة. وعنرجعوا السي فوزي القشاع يعني نقطة نقطة لطرح العديد من الأسئلة حول هذه الأوراش ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. الجزء الأول نخصه إذا للعلاقة ما بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية الكاف بعد الكثير من القيل والقال حول عقوبات الكاف في حق المغرب والكرة المغربية. إذا تصل المحكمة الرياضية الدولية تنصف المغرب وأعادته للمنافسات القارية بعد ما كان في حكم الغائب عن الدورتين القادمتين. مزيد من تفاصيل في التقرير للزميل عبد الله الجعفري. سبحان مغير الأحوال، المنتخب المغربي الغائب عن آخر نسخة من الكان بقرار من الكاف الآمر الناهي في الكرة الإفريقية والمعاقب أيضا بالحرمان من المشاركة في نسختين قادمتين أنصف من طرف المحكمة الرياضية الدولية التي أعادته لأحضان أكبر التظاهرات الرياضية في القارة السمراء. بل وفي نفس الأسبوع أجريت قرعة التصفيات المؤهلة للطبعة القادمة والتي منح شرف تنظيمها للغابون، قرعة أوقعت المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات معروفة لأسود الأطلس كالرأس الأخضر وليبيا وآخر مجهول ومغمور هو منتخب ساو تومي. تسارع الأحداث وطي صفحة العقاب والخلاف مع الكاف وإن بشكل ليس نهائي يثير العديد من التساؤلات حول شهور من شد الحبل بين جامعة الكرة والكاف. فالقول بأن المغرب لن يتعرض لعقوبات رياضية قبل أن يقرر ذلك حياته ورفاقه وضع الكرة الوطنية في موقف حرج قبل أن يتم اللجوء للمحكمة الرياضية، وفيها برهنت جامعة الكرة عن كفاءتها في تقديم ملف متكامل بدفعات قوية ومنطقية جعلت الطاس تحكم لصالح المغرب والذي كان قد طالب بتأجيل النسخة الماضية من الكان بسبب تفشي وباء الإيبولا القاتل. كسب الرهان الرياضي في انتظار كسب رهان مالي في قضية التعويضات سيكون بمثابة مرحلة فاصلة في مستقبل المكتب الجامعي والذي اتخذ قرارات شعبية من قبيل مغربة الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية، لكن الرهان المقبل سيكون تمثيلية مغربية قوية في مختلف الأجهزة الرياضية الإقليمية القارية والدولية، رهان يجب كسبه لحماية الكرة الوطنية من كل حيف أو ظلم قد ينال منها، وأيضا فرض المغرب كقوة تسييرية في أكثر الرياضات شعبية في العالم. إذن السي فوزي لقجع الكاف وعلاقتك مع الكاف، عود لنا في البداية الرحلة مع القاهرة ربما للقاء خصم لأن كان هناك علاقة صعبة في الأشهر الأخيرة بعد قرار الاتحاد بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية. نقول لك الأخ جلال أنه رغم التصريحات ورغم القرارات اللي اختها المكتب التنفيذي للكاف والرئيس متاع الكاف، فمن النقط الإيجابية اللي استثمرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وهو التعامل بحكمة كبيرة مع هذا المسار. وكنا مع الإخوان في المكتب الجامعي باتفاق مشترك أنا شخصيا اليوم بأنه يجب الابتعاد ما أمكن عن كل التصريحات اللي ماشي هي في حد ذاتها تكون عندها أثر ولكن ليزانتربريتاسيون نتاعها التأويلات نتاعها والقراءات نتاعها تقدر تشكل
عائق اكبر لعلاقتنا. هل تعني السي فوزي القجع، يعني عجبتني هذه الكلمه الحكمه، لان ربما ما كانتش كتبان هذه الحكمه في بعض التصريحات، وخصوصا مثلا اتهامات اللي كانت ضد الكاتب العام للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم السي هشام العمراني. وكنا احنا فهاد البرنامج يعني لو كانت صحيحه انتقدناها وقلنا بهذه النقطه هذه، ان من خلال صريحات بحال هذه اللي ما كتسميش بالحكمه، ما كتسميش بالرزانه، ما كتسميش بالدبلوماسيه، يعني هاد ردود الفعل هذه ما يمكن غير تضعف الموقف ديال المغرب. الاخ جلال، باش نمشي معك في التفاصيل اكثر ونوضعوا الراي العام في الصوره الحقيقيه، ف انا شخصيا وكانت مجموعة من التصريحات متاع الكاف، لا في فرانس 24 ولا في وسائل الإعلام إلى غير ذلك، لم أدلي بأي تصريح منذ اندلاع المشكل مع الكاف. التصريح الوحيد وهو التفاؤل اللي عبرت عليه وكان واقعي مباشرة بعد العودة نتاعي مع المكتب، من اجتماع مع المكتب التنفيذي للكاف بالقاهرة، ومازال كنت شبت على أنه، والحمد لله أنه الكاف سجلت الاجتماع وجبته كحجة للطاس، ولكن الاستثمار استثمر إيجابا من طرفنا الحمد لله، أنه يعني الاجتماع كان كله تفاؤل وكان كله كيصب في واحد التطبيع وإرجاع الأمور إلى نصابها، وهذا هو التصريح الوحيد. الآن شنو كانت النقاط الإيجابية سي فوزي يعني في هذا الاجتماع، يعني رجالاتكم أنكم تحتفظوا على التفاؤل ديالكم بالرغم أنه الرأي العام ربما كان كيمضي في اتجاه معاكس؟ أنا نقول لك بأنه في اللقاء مع السي حياتو المكتب التنفيذي، باش نرجع له بعجالة لأنه قوس في مسار طويل، شرحنا بالواضح أولا كل الامور اللي قامت بها الجامعه الملكيه المغربيه لتنظيم الكاف، وقمناه بشراكه مع الكاف. واكثر من هذا ان الجامعه تلقات تهنئه من الكاف على المستجدات، لا المستجدات اللي كان غادي نحدثوها داخل الكاف، من بينها الفانزون، من بينها اللجنه البين وزاريه اللي تخلقات، باش لان الهدف كان مع الكاف هو نجيبوا مليون متفرج للملاعب خلال الدوره ككل. وكان هذا رهان للجميع. المسألة الثانية خلال الاجتماع هو أنه شرحنا للسي حياتو على أنه هو رئيس الاتحاد الإفريقي، من واجبه أيضا أن يدافع عن مصالح كرة القدم المغربية وأن يهتم بتطور كرة القدم داخل المغرب، لأن المغرب كان وسيبقى من أحد رواد تطور متاع الكرة الإفريقية. والسي حياتو قلتها في العديد وقلتها له ويعرفها ويدركها جيدا، أنه انتخب لمرتين بالمغرب وتعرف المكانة نتاع المغرب، لا من حيث البنية التحتية ولا من حيث التطور في الأداء والتسير إلى غير ذلك. هذه المعطيات كلها تفهمها سي حياتو وتجاوب معها بشكل إيجابي، وقال في العديد من المناسبات خلال الاجتماع بأنه هو دوره أنه لم يمشي هو معاقبة الأندية والمنتخبات، وقلت له بأنه في كرة القدم، في تدبير كرة القدم، العقوبة تكون هي الاستثناء. احنا اليوم داخل الجامعة ملي تنصدر عقوبة في حق أي لاعب، في حق لاعب ولا في حق حكم، احنا تنديرها بمرارة، لأنه لا ريزون داتر نتاعنا احنا هي أننا نطوروا كرة القدم، وملي تنعاقبوا واحد الطرف واحد الفاعل بطبيعة الحال تنحدوا من العمل نتاعو خلال واحد المدة معينة. أنا كان باش نرجع للتعامل بحكمة خلال الاجتماع نتاع القاهرة، باش نوضحوا احنا كنا يعني تعاملنا بإيجابية كبيرة باش الاجتماع يخرج من بنتائج ملموسة وطبيعية، بالرغم من بعض التجاوزات في المفاهيم اللي بداوها مجموعة نتاع الأعضاء المكتب التنفيذي. المسألة الأخرى، يوم اللي التقينا بالطاس، نأكد لك الأخ جلال وأنا كنت على رأس الوفد المغربي، راه التقينا يوم كامل مع الإخوان. أول شيء قمنا به هو أننا تصافحنا مع الجميع، الحكام ومع السي هشام العمراني إلى غير ذلك، وكنا وتناولنا الوجبة الغداء جميعا، والأمور تدور يعني باحترافية، لأنه علائيين في جميع الحالات والأحوال. الكاف
تتقوم بدورها صحيح. والمغرب تيقوم في دوره، لكن والاختلاف في الراي وفي المصالح لا يفسد للود قضيه، لكن خصنا نتفاهموا حتى الوضعيه ديال الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. علاش نعطيك الكلمه تكمل السي فوزي، ان الكاف راه مسكينه راه عايشه غير بهالكاس افريقيا، الا تزعزعت لها هالكاس افريقيا اللي كتمثل 90% من الموارد الماليه ديالها، ربما هي ماشي في علاقتها او لا حبا انها تبغي يعني تعاقب المغرب، لكن ربما تخاف يتفتح هذا الباب ويولي على بعد ربما اشهر من انطلاق كاس افريقيا اللي هي اللي بها عايشه كره القدم الافريقيه كامله، انها بغات ربما دوني ليكزومبل تعطي المثال بالمغرب، رغم ان دفعات المغرب كانت منطقيه ومنطقيه يعني 100%. الاخ جلال، انا ما نبغيش ندخل في التفاصيل وفي الشرعيه نتاع الدفعات نتاع الكاف، لان كان هناك مسار وهذا المسار انا عشته مع حياته على انفراد في العديد من المناسبات. اكيد بانه الهاجس نتاع احترام البرمجه هاجس مهم وضروري في انجاح التدهورات الكرويه، راح حتى على المستوى الوطني الا ما نجحناش لا بروغراماسيون راه ما نقدروش نمشيو بالكره نتاعنا للامام، ولكن راه كاين طوارئ اللي تتوقع، وراه اليوم غير نفتح القوس ونقول بانه الفيفا تتبدل التواريخ نتاع كاس العالم لظروف كانت معروفة مسبقا. نعم. درجة الحرارة في الدوحة كانت معروفة. على إين أنا تنقول القاهرة. أنا تنقول بأنه في التدبير نتاع الأمر ملي تنبعدوا على ليغو وتناخذوا لو ركول وتنحاولوا نلقاو المخارج اللي تحافظ على الكرة والتطور نتاعها وتحافظ على المصالح، راه كنلقاو الحلول، وهذه هي المنهجيه اللي حاولنا مرارا اننا نمشيو فيها مع الكاف. مع الاسف كانت دائما نقطه البدايه هي واش كاينه ايبولا ولا ما كاينش. انا تنقول مرارا، تنقول لسي حياته وقلتها ليه وقلتها في المحكمه الرياضيه، انا لست مؤهلا ولا الكاف مؤهله انها تقول واش كاينه ايبولا ولا ما كاينش. لو ام اس المنظمه العالميه للصحه عطات الصلاحيه للبلدان انها دير تقييم علمي الى غيره. دابا نرجع للقضيه اللي ترتي وقلتي بان تناولتيها، انا اظن بانه اكيد انه كل واحد في دوره، ولكن في التعامل راه الانسان بشر، المغاربه كيتعودوا وعارفين ومقتنعين على انه لما كيكون الامر يتعلق بالمغرب فالمصالح الشخصيه صحيح والذاتيه ولي كارير اتسترا تدوب امام هذا. كان صعبا علينا، كان صعبا اننا تعاملنا وطلب منا حكمه وجهد اضافي اننا نلقاو افكتيفمون مغربي بحال دابا كيف قال السي الحناوي قبلتي. ولكن انا نقول لك خلال الجلسه وطيله اليوم الكل تعامل باحترافيه وباحترام المنطق وباحترام الاماكن. بعض ردود الفعل لي وأظن أنها كثيرة للمغاربة على هذه الأمور هي عادية وعادية جدا، أن الوقت والتاريخ غادي يمشي بها للأمام وغادي يمسحها إلى غير ذلك. استوقفتني السي فوزي القجع واحد التعبير قلتي على أنه كان من الضروري أن نتعامل مع الموضوع بكثير من الحكمة والرزانة. ما أسجلوا على المقاربة المغربية أو في تنزيل المقاربة المغربية لطلب التأجيل لغاية الأسف كانت هناك جوج الوتيرات مختلفة، وتيرة شوية متشنجة ووتيرة طبعة الحكمة في الدفاع عن طلب المغرب بتأجيل كأس إفريقيا الأمم عن موعدها الأصلي، ولغاية الأسف هذا هو ما ورط هذه العلاقة ديال التشنج مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ولكن أنا في رأيي اللي نبغيو نفهمه هو أن المغرب بعد إصدار العقوبات، وربما كنت أول واحد أول مغربي يصدم بسماعك لهذا القرار، قرار استبعاد المنتخب المغربي لدورتين متتاليتين وقد كان قد استبعد من دورة 2015، وأيضا العقوبات المالية الثقيلة جدا التي أنزلت على المغرب، يعني على درجة الصدمة اللي كنت استشعرتها وبعد استشعرناها كمغاربة، كان هناك خيارين أمام الجامعة أمام المغرب للدفاع عن حقه، إما أن يذهب للمحكمة الرياضية الدولية الطاس، وإما أن يذهب إلى الجمعية العمومية في محاولة للاستعطاف وفي محاولة للتخفيف من العقوبات لا المالية ولا الرياضية. متى وعلى أي قناعة بنى المغرب أو بنت الجامعة قرار
الذهاب الى المحكمه الرياضيه الدوليه، بالرغم ان البعض قال على انه ممكن ان يريد هذا القرار تشنج مضاعف مع الاتحاد الافريقي لكره القدم، لانه ماشي من السهل لاي واحد يخسر قضيه امام محكمه. هو الامور الصعبه في الحياه الاخ بدر الدين هي الاوقات اللي يكون فيها الانسان خصو ياخذ قرارات، والمسؤوليه بطبيعه الحال هي مرتبطه باتخاذ القرار وتحمل المسؤوليه في القرار. فانا في نفس اليوم كنت استدعيت المكتب الجامعي واستعرضت عليه القرار في يعني في نهايه اليوم، وكان خولني الصلاحيه على انني نشوف الملف من جميع جوانبه. وفي نفس اليوم في الساعه الثانيه 12 ليلا كنعقد اول اجتماع مع الخليه القانونيه داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ومع احد المستشارين اللي كنت طعمنا به الفريق نتاع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش يعيد الهيكله القانونيه للجامعه، ولكن الحمد لله جاء في الوقت المناسب واستعملناه في هذا. فلانه الوقت كان خصناش ننسوا على القضيه انه كانت حدانا 10 ايام 10 ايام باش نوضعوا الملف امام الطاس، وإلا دازت 10 ايام غيكون عندنا اختلال في فلافورم وما غيمكن لينا شيء. ففي 10 ايام كان ضروري اننا نختاروا المحامين اللي غياخذوا القضيه ونجتمعوا معهم ونعطيهم الملفات ويدرسوا الملفات ونديروا الميموار ونتفقوا عليه بشكل نهائي ونوضعوا الملف في الطاس. اذا الوقت امامنا كان ضيق جدا، كان لابد من اتخاذ القرارات. 10 ايام كانت حافله بالقرارات وباتخاذ القرار مستمر بشكل مستمر. وانا باش نرجع لك للسؤال بالضبط، انا باش الاستعطاف اظن بانه هذه العلاقه هذه يعني خدت منا الشيء الكثير. فمنذ انا قلت لك من النهار اللي تصدر فيه البيان، اول بيان لك الحكومه المغربيه تطلب التاجيل تاع كاس افريقيا، انا كنت شفت انا قبل ما يصدر البيان راه كان عندي اتصال انا والسيد وزير الداخليه مع الصحياتو وكنا شعرناه بالموضوع وعرفت الرد، ومن بعد كنا في اتصال مستمر وشفتو في صحياتو رفقة وزير الشباب والرياضة والوفد المغربي في يوندي، كنت عارف يعني المسار نتاع المفاوضات، وكنت شفت صحياتو على انفراد وفي عدة مرات بمدينة الرباط المجال مدينة الرباط، وكانت اتصالات أخرى موازية مع أعضاء للمكتب التنفيذي. أقول للمرة الأخيرة على أنه الإشكال في هذه القضية كلها هي الموقف الأول اللي خرج واللي كنظن بأنه ما كانتش فيه التبصر اللازم، وهذا هو اللي خلى المسار يمشي في طريق معقد. وكان من الصعب أننا ندركوا ذاك التعقيدات اللي عرفها المسار من خلال مفاوضات ومن طلب الود إلى غير ذلك. وحنا بالجانب الآخر كنا أنا شخصيا كنت دائما تنقل بأنه لا يمكن لا يمكن أن تعاقب جامعة كروية اللي احترمت جميع الالتزامات بما فيها اختيار القاعة وباتفاق مع الكاتب العام للكاف اللي كان غيدار فيها التيراج وصور نتاع لاكان. ما يمكنش هذه الجامعة هذه نقولوا لها في أي وقت من الأوقات بأنها ما بغاتش تنضم لكان، ما بغاتش تنضم لكان، ما يمكنش نقولوا شي حاجة ما يمكنش نقولوا لها بأنها ما تنضمش لكان. وهذا هو الإشكال. ثم لماذا معاقبة المنتخب الوطني الأول؟ فلنفترض على أن الجامعة راه كاينة لجنة تنظيمية وأنا الرئيس نتاع لجنة التنظيم. كان من الأجدر أن تصدر العقوبات في حق لجنة التنظيم. والقانون المشترك اللي عندنا مع الكاف هو واضح وصريح أنه لما ما كنلقاوش حل ودي وبتفاهم كنمشيو لإنستونس أربيترال. واضح. احنا المسار نتاع التفاوض خدا الوقت بطريقة أحادية. الكاف خدات قرار أنها ما تعطيش الكان المغرب وتمشي به لبلد أخرى، ومع ذلك تعاملنا بحكمة وبصبر وقلنا بأنه أكثر من هذا، قلنا رسميا أن المغرب مستعد أن يضع كل ما قام به لتنظيم الكان. رهنا إشارة أشقائنا في إغينيا الاستوائية باش نضمنوا النجاح لهذه التظاهرة إيمانا منا بأن النجاح نتاع كرة القدم الإفريقية نحن
فاعلون وعناصر فاعله داخل هذه المنظومه. بسرعه السي فوزي القجع، يعني هناك العديد من المواضيع وربما ما يقدناش الوقت نشوفوا، كنا طموحين لما طرحنا ديك الاسئله كاع كامله، وربما هذا يخليك انك ترجع عندنا مره اخرى. لا غير يعني كرئيس جامعه دزتي بواحد المرحله صعيبه، ما كانش واحد لا بيريود دادابتاسيون، عندما قلتي بسم الله عندما بداوا المشاكل، يعني ومشاكل ربما كبيره وكبيره بزاف بالنسبه للمغرب، مشكل ديال كاس العالم للانديه، مشكل هذا ديال كاس لا. افريقيا، المصداقيه مع الفيفا كذلك. نعم ربما هو الموقف ديال السي فوزي رجع او المكتب الجامعي، الكل كان يقول انه محظوظين انهم غياخذوا واحد الفتره رئاسيه اللي فيها مجموعه من الاحداث، فيها كاس العالم للانديه، فيها بطوله او كاس افريقيا للامم، ربما انقلب السحر للساحر صح التعبير، يعني انكم ديك المسائل اللي ربما كنتوا كتبتهجوا انكم تقوموا بها، تنظيم هذه التظاهرات، ربما يعني كان وكانه هديه ملغومه بالنسبه لكم في ديك الفتره اللي يعني جاوا مجموعه من المشاكل بشكل متتالي. اولا التنظيم تاع كاس العالم للانديه الحمد لله، يعني ما يمكن ليناش نحلموا بشي تنظيم احسن من اللي تقام، ولو والظروف الصعبه ما زادت الا الفريق المنظم في المغرب الا كفاءه وتجربه غادي يستثمرها مستقبلا، وهذا شيء ايجابي وايجابي جدا. المساله نتاع كاس افريقيا هي رجعت الامور لنصابها، تظهر لي باننا نشوفوا للمستقبل، غتكون عندنا الفرصه ان شاء الله نضموا تظاهرات كبرى ويمكن اكبر بكثير من كاس افريقيا. ويجب العمل، ولكن المشكله السي فوزي ربما كما ذكرتي ان هذه المشاكل اللي وقعت تكون اثرت نوعا ما على ذاك البرنامج المخطط العام اللي كنتو وضعتوه بالطبع للارتقاء بالكره القدم الوطنيه، لانكم وجدتوا نفسكم هالخمسه اشهر عوض انكم تفكروا يعني في الاوراش اللي كنتو واضعينها وفي البرامج اللي كنتو واضعينها، انكم كنتو يعني الهم ديالكم كان منصب يعني على يعني فض هذا النزاع والغاء العقوبات. انا يمكن لي ناكد لك الا بغيتي ندخلوا في التفاصيل الاوراش ندخلوا ندخلوا في الجزء الثاني كاين الدوزيام ميتا. مرحبا. اللي مهم هو انه الاوراش اللي كنا فتحنا منذ الوهله الاولى لم تتاثر بهذا العامل، وهذا قلت كيف قلت في البدايه كان تحدي، لانه بطبيعه الحال لو كنا قلنا بانه هذا الملف نتاع الكاف لوحده غادي يشكل خريطه العمل، غادي نكونوا ها هو اليوم غادي نكون نادمين ونقولوا ودي ضيعنا عام ولا تسع شهور على كل الامور الاخرى. بالعكس عطينا وتبعنا الحمد لله باش مشات الامور كلها مع الاخوان في المكتب الجامعي، كل واحد داخل اللجنه نتاعو باش الامور تمشي باكثر سرعه، والملف ديال الكاف صيناه بطبيعه الحال، هذا الشيء كان كيطلب مجهود اكبر، عيب اكبر، هذا عادي، وتنظن بانه لا انا ولا الناس ديال المكتب الجامعي راه بحال جميع المغاربه، بحال 35 مليون مغربي، ما كاينش شي مغربي لما كيتعلق الامر بالدفاع على بلاده وملكه كيضيع يرجع شي دقيقه للوراء ولا يدخر شي جهد بامكانه انه يعطيه. سي فوزي ربما غير باش نهيو هذا الشوط، لانه نهيو بكون انه تنظيم المغرب لكاس العالم للانديه للمره الثانيه، وايضا كان يهيئ نفسه لتنظيم النسخه الثلاثيه لكاس افريقيا الامم بشكل غير مسبوق. انا كنعتقد التنظيم ديال هذه الدورات بهذا الشكل اعطانا نوع من الارث الرياضي اللي يجب ان يستثمر في المستقبل، والاشارات اللي التقطوها كثير من المغاربه ان ربما هذا النجاح الذي تحقق المغرب سيدفعه الى معاوده الحلم القديم، طلب تنظيم نهائية كأس العالم. واش في لقاءاتك مع السي جوزيف بلاتير لم تتطرح هذه الإمكانية أن المغرب يمكن أن يتقدم سنة 2026 مثلا بطلب تنظيم كأس العالم للمنتخبات؟ هو الأخ بدر الدين، أولا ما يمكن ليناش نطرح السؤال مع السي بلاتير مباشرة، لأن الأوان الوقت مازال ما انش الاول، نحن نقترب، ولكن غير اللقاءات المتعدده مع السي بلاتير يعني وفي ظروف اقول صعبه جدا. السي بلاتير في اللقاء الاخير راه ما نساوش بان بلاتير اليوم في حمله انتخابيه صحيح وهو في الخط النهائي، هي في حد ذاتها بطبيعه الحال حضور المغرب على مستوى تنظيم التظاهرات العالميه دائما كان حاضر في النقاش. اللي مؤكد اليوم هو ان علاقتنا مع السي بلاتير ومع الفيفا متميزه.
العوده وضروره كيف ما قلت وبدا العمل بشكل ايجابي جدا مع الكاف. الاخوان في الاتحاد الاسيوي ما مشينا للاتحاد العربي وفي زيارات متكرره للاخوان في الاتحاد الاسيوي قمنا بمجموعه نتاع الاتصالات. انا اظن باننا بصدد تهيئ الظروف وتهيئ يعني واحد الجو يعطينا رؤيه واضحه مستقبليه على الامكانيه. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الحصه الخاصه من برنامج الماتش اللي سلطنا خلال الضوء على ابرز لحظات الموسم الماضي. نضرب لكم موعد يوم الاحد 30 من شهر غشت وعدد جديد من برنامج الماتش. الى اللقاء.